كمان امبارح في المحافظات كان في اخبار كتير مهمه زي بدء موسم حصاد القمح في اسيوط والانتهاء من تنفيذ مركز تنميه الاسره والطفل بقريه المراجده في قنا، وده ضمن مبادره حياه كريمه، واخبار تانية كتير مهمه من الغربيه والبحيره وكمان دمياط هنتابعها من خلال التقرير ده. أخبار كتيرة منوعة حصلت امبارح في المحافظات، البداية من أسيوط حيث تم بدء موسم حصاد محصول القمح وسط فرحة وسعادة من المواطنين والمزارعين اللي استقبلوا حصاد المحصول بالطبل البلدي والمزمار، وبلغت إجمالي المساحة المنزرعة قمح بالمحافظة السنة دي 230 ألف فدان. في قنا تم الانتهاء من تنفيذ مركز تنمية الأسرة والطفل بقرية المراجدة كأول مركز على مستوى الجمهورية بيتم الانتهاء من تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. بيقام المبنى على مساحة 1000 متر وبيضم وحدة تضامن اجتماعي وحضانة أطفال مزودة بفناء للألعاب ومشغل ومعرض لمنتجات المشغل، ده بالإضافة لعدد من الخدمات اللي بتقدمها وزارة التضامن الاجتماعي. في الغربية كرم مجلس الدراسات العليا بجامعة طنطا الفائزين بجوائز أفضل رسائل ماجستير ودكتوراه للعام الجامعي 2020-2021، وده تقديراً لما بذلوه من جهود ملموسة ساهمت بشكل واضح في المكانة اللي وصلت ليها جامعة طنطا والتقدم خلال مسيرتهم العلمية. في البحيرة تم إنشاء محطات ملوثات الهواء بنطاق المحافظة وتحديداً المناطق الأكثر تأثراً بتلوث الهواء، وده الوضع الخطط والبرامج اللازمة للحد من مصادر التلوث. في دمياط أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيان أكد فيه أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 84 ألف طن، وبلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 262 ألف طن.